أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور طبعا إحنا في برنامج ليكن نور وخدمة نور لجميع الأمم عم نتابع الأحداث الأخيرة في مصر مش بس طبعا هدم الكنائس اللي من فترة مش يعني مش طويلة أو بعيدة لكن الحدث المفجع الأخير اللي حدث في منطقه او في محافظه المينيا في صعيد مصر في جنوب مصر على الطريق كانوا مستقلين حافله وطبعا جاءت يد العدوان يد العدو الشيطاني وطبعا قتلت ما قتلت وبتهيألي وبعتقد انه راح ضحايا 28 شخص وجرحى كثيرون. طبعا احنا كاسره في هذه الخدمه بنقدم احر التعازي لكل شعب مصر وللكنيسه القبطيه بشكل خاص وبصراحه مش عارف هل اذكر كلمه التعازي ام نهنئ اهالي الشهداء الابطال اللي فعلا وقفوا ضد العدوان واعترفوا بكل جرأة بكل جهارة باسم الرب يسوع المسيح آه، تابعوا معنا شاهدوا هذه الحلقة وبحب في هذه الحلقة اليوم أسمع أكبر عدد ممكن من المداخلات تحكي لنا شو رأيك على الحادث في مصر لكن ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين انا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقه الخاصه يسرني ان استضيف الى برنامج ليكن نور القمص انجيليوس سعد هو كان معنا في الماضي على فكره عده مرات القمص انجيليوس هو راعي كنيسه العذراء والانبا اثناسيوس في ميسيساغا بمنطقه تورونتو في كندا اهلا وسهلا فيك ابونا انجيليوس اهلا بيك اخ نزار متشكر خالص احنا فرحانين انه انك تكون معنا في هذه الحلقه وبنفس الشيء بنحب نقدم تعزياتنا وتهنئاتنا بنفس الوقت لكم على اللي صار في اللي صار في مصر نشكر محبتك خالص على مشاعرك ومحبتك وعلى الفرصه الحلوه اللي هتبتديها لنا ان احنا نتكلم مع بعض حوالين هذا الموضوع أبونا إنجيليوس مثل ما بتعرف أنه هذا البرنامج بشوفوه تقريبا في كل أنحاء العالم والبعض بيعرف والبعض ما بيعرف فإذا سمحت يعني لو سمحت أنك تعطينا ولو فكرة بسيطة مختصرة على الأمور اللي عم بتصير اللي عم تحدث في مصر ولا سيما طبعا الحادثة اللي اختتمت في من أكم يوم في منطقة صعيد مصر في منطقة المينيا الحقيقه الخنازير نريد انا عايز نقول ان احنا آه كنا بنفتخر دايما في الترانيم بتاعتنا وفي الاحاديث بتاعتنا ان احنا كنيسه الشهداء. لكن ما كناش متصورين ان احنا هنعيش عصر استشهاد. لكن خلال الاحداث خلال السنوات الاخيره اصبحت شيء طبيعي ان احنا كل يوم بنتوقع ان احنا نسمع اخبار او او نشاهد احداث يعني تاكد على ان الكنيسه كنيسه الشهداء والاحداث الاخيره يعني كنا يوم السبت بنحتفل بمرور أربعين يوم على تذكار شهداء كنيسه ماري جرجس في طنطا والكاتدرائيه المرقسيه في اسكندريه وبعديها ب 48 ساعة تقريبا سمعنا الخبر بتاع أحداث المنيا وطبعا الأحداث بتاع المنيا كانت يعني لها طعم أو لها طابع مختلف لأن أحداث المنيا كانت فيها نوع من المجاهرة بالإيمان م. الطلب اللي توجه محدد هو انكار الايمان بالمسيح م. وقبول اي ايمان اخر لكن آه رغم عنصر المفاجاه رغم ان الناس دول ما كانوش ما حدش اعدهم من قبل يعني ما جبناهمش وقعدنا عملنا لهم سيمينارات ولا سيشنز ولا آه محاضرات علشان نقول لهم خليكم مستعدين الا بعد ساعه بعد اتنين بعد يوم بعد كذا هيحصل كذا رغم ان هم ما كانوش لم يعدوا من قبل لكنهم كانوا مستعدين لمجاوبة كل من يسالهم عن سبب الرجاء الذي فيهم وكانه عايشين بالوصيه اللي اعطاها السيد المسيح وقال في ساعه لا تعرفونها وفعلا كانت ساعه ما يعرفوهاش وطلب منهم إنكار إيمانهم بالمسيح وكانت أجمل شيء أنهم أعلنوا إيمانهم بمنتهى الشجاعة ومنتهى القوة وكان ثمن الإيمان ده هو أن هم يعني توجه ليهم كل أنواع الأسلحة النارية الصعبة اللي ما تتخيلها ما يتخيلهاش إنسان لكن الحقيقه وأنا عمال بنفكر في المشهد جعل بالي الكلمه اللي ربنا قالها لولاده زمان في سفر الخروج الإصحاح التسعة عشر بيقول لهم كده وأنا حملتكم على أجنحه النسور وجئت بكم إلي حملتكم على أجنحه النسور وجئت بكم إلي ما خدهمش عشان يوديهم ارض تانية لكن خدهم عشان يكونوا معاه في الفردوس في الحياه الافضل في ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر آه طبعا انت عارف ابونا انه المسيح كان دايما يهاجم الرياء الديني او مظاهر التدين الخارجي يعني اللي بيذهلني و طبعا شيء غريب بالنسبة لنا أنه مش بس حاولوا طلبوا منهم أنه يغيروا دينهم أو يستسلموا لكن بكل جرأة كانوا يرنموا من أجل المسيح ويفتخروا باسم المسيح ومع كل هذا كمان مش بس كان في قتل كان في سرقة في سرقة باسم الدين سرقوا الذهب وسرقوا الموبايلات طبعاً وهذا اللي بي يعني اللي بيخلي الواحد يشمئز بصراحة من أحداث مثل هذا الحدث لكن عاوز أسأله أبونا أنه لاحظت أنه ردة الفعل للأغلبية المسيحية هو التسامح يعني سواء في المقال اللي حطيناه على الفيسبوك أو على السايت أو حتى اللي بيشاهدونا على التي وطبعا على اليوتيوب عم نشوف يعني كتير مشاهد من مقاطع فيديو ولقاءات انه انه معظم الناس عم بتسامح وعم تغفر وعم بتبارك ومش عم بتطلب الانتقام او اللعنه على الاخرين فيعني اذا ممكن تحكي لنا ليه بصير هيك وبنفس الوقت البعض الاخر اقليه صغيرة عشان اكون منصف بيقولوا حتى متى يعني هو الوضع حيضل هيك حتى متى يعني لازم نشوف حل هالموضوع طبعا مبدا التسامح احنا مش هنغير الانجيل بتاعنا م. حيتن الانجيل بتاعنا احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم صلوا لاجل الذين يسوؤون اليكم ويطاردونكم حيتن الانجيل بتاعنا ان جاء عدوك فاطعمه وان عطش فسقه لانك بهذا تجمع جمر نار على راسه. مبدا التسامح لازم يكون ده مبدانا وانا واثق على قد ما احنا نتمسك بان احنا نسامح ونحب الاعداء في هذا المحك على قد ما احنا هنفرح ارواح الشهداء اللي استشهدوا ويمكن من الحاجات الجميله جدا اكيد كل الناس شافتها موقف اللي أصيبهم ازاي هم بمنتهى المحبه بيعلنوا عن تسامحهم رغم ان كل واحد من اللي اصيب فقد جزء من العيله بتاعته اللي فقد ولاده اللي فقد زوجته اللي فقدت زوجها لكن رغم كل ده بتعلو وجههم ابتسامه جميله وكلهم بيؤكدوا على تسامحهم وعلى غفرانهم وعلى ان هم مش ممكن يعني يكون لهم فكر تاني او قلب تاني غير كده لكن الاشخاص اللي من الناحيه الثانيه بيقولوا حتى متى يعني لان البعض بينظر للتسامح انه موقف ضعيف الحياه المسيحيه علمتنا والسيد المسيح نفسه علمنا وهو على الصليب لما قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وأنا متأكد أن السيد المسيح في ساعة الحدث كان باصص عليه ويقول له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون فحيتن ده قلبنا معنى ان احنا نقول الى متى رب تنسانا بمشاعر اللي قالها داود النبي زمان طبعا من حقنا ان احنا نتكلم مع ربنا ومن حقنا ان احنا بدلة البنوة والمحبة اه نطلب من ربنا لكن انا عايز نقول احنا عايزين اه نقول حتى واحنا بنقول الى متى ما بيغيرش موقف التسامح وما بيغيرش موقف الشهوة اللي اتكلم بيها معلمنا بولس الرسول اه في روميا 8 لما اتكلم عن محبة المسيح اللي بتحصرنا واللي قال يعني مفيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح ايا كانت لا شدة ولا ضيق ولا موت ولا حياة ولا امور حاضرة ولا امور مستقبلة لا شيء يفصلني عن محبة المسيح امين ابونا كنت عاوز اسألك يعني شو ردود الفعل طبعا وهذا السؤال كان يتوجه لنا يعني ردود فعل الرجال الدين المسيحي مع الأمور الهائجة في في مصر في هذه الأيام الحقيقة زي ما احنا شايفين أن قدس البابا توادرس الثاني يمكن شفنا في العصر بتاعه مواقف صعبة كده كتير لكن هو في كل موقف بيبقى موقفه موقف التسامح موقف الاحساس بمصر اهم حاجه عندنا مصر واهم حاجه عندنا سلام الداخل بتاع البلد واهم عندنا ان احنا نحس ان احنا يعني بنقوم بدورنا كمواطنين في مصر فمواقف رجال الدين المسيحي في مصر هو طبعا موقف التسامح والمحبة ولكن طبعا في نفس الوقت إزاي ممكن إن هم يحموا أولادهم ويحفظوهم من إن هم يتعرضوا للمواقف ديت لأن دي مسؤوليتنا كالجالدين إن إحنا نعمل من أجل سلامة أولادنا وإحنا بنقول إن إحنا مستعدين نقدم نفسنا فدية عنهم لأن إحنا بيهمنا جداً ان اولادنا يبقوا محفوظين ومحروسين بكل يعني امكانيه تقوم بها الكنيسه فرغم ان الموقف كله محبه وكله تسامح لكن في نفس الوقت مش عايزين المواقف دي تتكرر وشهوه قلبنا ان احنا ان الدوله تقدر انها تحفظ سلامه ولادها او شعبها من اي نوع ايا كان مسلم او مسيحي ابونا انت عارف في ادوار سلبيه وفي ادوار ايجابيه في في المهجر سواء في كندا او في الولايات المتحده فانا كنت عاوز اسال عن دور الكنيسه في المهجر ازاء ما يحدث في بلادنا ولا سيما انه الجاليه القبطيه الكنيسه القبطيه في كندا مثلا جاليه كبيره وانت مثل ما بتعرف في مسيساجا في الكنيسه عندك والضواحي مش اقل من عشرين الف عائله مسيحية او عائلة قبطية فشو الموقف شو دور رجال الدين اذا كل اللي بيحصل طبعا في المهجر يمكن بيختلف مش رجال الدين الشعب عن مصر رجال الدين احنا كلنا بنحس ان احنا واحد وبنحس ان احنا كنيسة واحدة اعضاء في جسد المسيح الواحد يعني بنعيش بنفس الاحساسات بتاعتنا اللي بنعيشها واحنا في مصر هي اللي بنعيشها في المهجر لكن طبعا طبيعة المهجر أو البلاد اللي احنا بنعيش فيها طبيعة الحرية اللي فيها وإحساس الناس إنها من حقنا أن تعبر عن, عن إحساساتها ومشاعرها بالغضب وبعدم الارتياح والآخر دي حاجة إحنا ما بنشجعهاش لكن ما بنقدرش إن إحنا نمنعها لكن كرجال دين إحنا موقفنا زي الموقف البابا تواضروس زي موقف اي حد من الاباء الاساقفة زي موقف اي حد من الاباء الكهنة في مصر احنا بيتلنا موقفنا موقف تسامح لكن بنطالب المسؤولين بالحرص على اخواتنا في مصر علشان ما يتعرضوش للمواقف الصعبة دي طبعا هذه المواقف يعني احنا سمينا الحلقة يعني شهادة الابطال فعلا بتعبر عن بطولة واحتمال من ناحية لكن هل هذا يكفي لما يحدث مثلاً أو يعني الناس من جوه في ثورة يعني في كتير أماكن. أنا عارف إن الناس في ثورة وفي عدم ارتياح وفي تعب من ناحية الشهداء اللي استشهدهم لكن من جانب تاني في ناس فعلاً الشهادة دي شهادة المجموعات المؤمنين اللي حصلت في المراحل الأخيرة كانت عطت لهم نوع من الصحوة م. ونوع من الإحساس بأن ما هو ممكن أنا يبقى الدور جاي عليا طب أنا هنعمل إيه لو كنت في م. نفس الموقف وبدأ يحصل نوع من التغيير الداخلي بصورة أو بأخرى في سؤال حساس شوي أبونا وصل على الآب السؤال بيقول هل الضيق أو الاضطهاد اللي بيحصل لاولاد ربنا هل هذا الاضطهاد والضيق والاضطهاد علامه حب ولا علامه غضب احنا بنثق ان الله محبه وان كل عمل بيحصل في حياتنا او في الكنيسه هو محبه مقدمه من الله لولاده اللي احبنا وبذل ابنه الوحيد عننا على الصليب مش ممكن في اي وقت يعاملنا بغضب ايا كان فاحنا بنثق ان كل الامور كلها الدافع لها محبه ربنا واذا ربنا بيحبنا فبيسمح لنا بالضيقات وبالتجارب لان الذي يحبه رب يؤدبه ومحبه ربنا لنا بتسمح بالضيقه لان الضيقه في اختبار لعلاقه ربنا بيا وزي ما بنقول كده في كل ضيقه ومتضايق وملاك حضرته خلص ابونا بعد اذنك بس ناخذ فاصل قصير بحب اعطي فرصه لكل مشاهد اذا في عندك سؤال استفسار او بتحب تشارك انك تحكي كلمه لاحبائنا في في مصر الفرصه مفتوحه يمكن فيك تتواصل عن طريق الهاتف الموجود امامك وفيك كمان تتواصل معنا عن طريق السكايب ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون برنامج ليكن نور بث مباشر على القناه الفضائيه قناه الحياه وايضا هذه الحلقه مخصصه للاحباء احبائنا في مصر ولا العائلات اللي فقدوا احبائهم بعد الحادث المفجع اللي صار في منطقه المينيا ومعي طبعا قدس ابونا القمص انجيليوس سعد راعي كنيسه العذراء والانبا اثناسيوس في ميسيساغا في منطقه تورونتو ضواحي تورونتو في في كندا اهلا وسهلا ابونا انجيليوس اهلا بك اخ نزار البعض بيتساءل هل رد فعل المؤمنين المتسامح اللي خلينا نسميه أكثر من اللازم في مصر يستفز الشيطان أكثر حتى يعمل أذية اكتر لاولاد الرب انا بس كنت عايز نكمل حتى في السؤال اللي قبل كده اتفضل اللي هو خاص ب هل ده غضب ولا ده محبه من أجمنا. غضب ولا محبه انا نسيت السؤال تفضل ابونا أه، تقابلت اتقابلت مع حد من الاباء الاساقفه الكاثوليك امبارح في اجتماع ويعني وقف قدامي ربع ساعه انا مش قادر يعني مش قادر نقول ده عليه لانه عمال بيتكلم بصفه مستمره ويقول لي انتوا الكنيسه الامينه اللي على الارض عشان كده ربنا بيسمح لكم بالتجارب الضيقات انت كابتي وكل واحد ابتي لازم يفتخر بأنه هو ابتي لان انت ايقونه السماء على الارض والحقيقه يعني ما بقتش قادر نتكلم لانه مصر يعني عمال بيتكلم من قلبه بكلام فيعني في اذا كان دي شهادة احنا نعتز بيها ان اب اسقف اه من الكنيسة الكاثوليك من الستيت بيصر او بيؤكد على ان ده علامة امانة وان ده من اجل امانة الكنيسة للمسيح المسيح بيسمح ليها بالدقات وبالتجارب فانا ما حبيتش ان انا يعني ننسى الجزء ده اه طبعا التسامح بتاعنا يثير الشيطان لكن إحنا أول حاجة ربنا أعطانا سلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو فإحنا لا نخاف الشيطان لأنه عادي عدو مهزوم ومغلوب بالنسبة لينا تاني حاجة إن قدام إن إحنا هنستفز الشيطان وإذا هو حاول يهيج أو يهيج الآخرين على الكنيسة فإحنا عندنا وعود كثيرة جدا من ربنا تطمنا وتفرحنا وتخلينا ما نخافش من الشيطان ابدا لانه المسيح وعدنا انه معانا كل الايام ولا انقضاء الدهر انه عينه علينا من اول السنه الى اخرها ان احنا منقوشين على كفه يده اللي يمسنا يمس حدقه عينه كل المواعيد الصادقه والامينه اللي اتكلم بها الكتاب المقدس دي تخلينا حنثير الشيطان او نثير حسده ما يهمناش الشيطان في حاجه احنا يهمنا ان احنا ننفذ وصيه ربنا في الاول وفي الاخر وطبعا الفكره يعني من السؤال انه في ناس بتصل لحاله ياس وبقول لك طب ما خلاص خلينا نغير ديني وهي اسهل طريق وهي تاريخيا صارت عده مرات فانتم ككنيسه بتقوموا في دور مهم جدا انه اتعلموا عن اهميه النفس انه تكون مؤمنه بالرب يسوع والمكافئات اللي بيحصل عليها من بعد. احنا طبعا مسؤوليه الكنيسه حاطينا على طول يعني تاكيد على الحقيقه اللي قالها يوحنا الحبيب في الاصحاح الثالث لما قال من يؤمن بابن الله فله الحياه ومن لا يؤمن بابن الله فليست له الحياه بل يمكث عليه غضب الله. وحيث ان احنا نسلم الايمان اللي استلمته الكنيسه من الاباء من جيل الى جيل وزي ما بنقول في القداس كما كان وهكذا يكون من جيل الى جيل احنا مهمتنا ان احنا نثبت ولادنا في الايمان ومفيش حاجه اسمها اننا ننكر ايماني عشان نعد الحكايه دي انا دايما بنقول للناس الشهيد كان ممكن يقول كلمه واحده وينجو من الموت لكن أمنته للمسيح اقتضت إن هو يعلن شهادته وإيمانه بالمسيح حتى لو كان ثمنها حياته <applause> وده اللي احنا بنشوفه النهاردة بصفة عملية في أحبائنا اللي استشهدوا أخيرا وأنا عايز نقول برضو حاجة تطمن وحاجة تشجع يعني كنت النهاردة بنبص كده في سفر رؤية فوقعت عيني على الايه اللي ربنا بيوجهها لكنيسه لكنيسه لوادوكيا وبيقول بيقول لهم من يغلب فسيجلس معي في عرشي. يعني اللي يغلب هيبقى مع المسيح شخصيا في مجده فطبعا ده وعد جميل وحاجه احنا لازم نتمسك بيها ونعيش فيها على طول وفي نفس الوقت لما نرجع لرؤيه سبعه نلاقي الكلام عن النفوس اللي استشهدوا <applause> واللي كانوا موجودين تحت المسبح والصورة اللي هم عليها لابسين ثياب بيض طبيعه ممجده ماسكين ساعه في النخل منتصرين بيرنموا ترنيمه جديده محدش ما حدش ما قدرش يوحنا يسجلها لان ما تتسجلش باللغه البشريه يعني امجاد وحاجات تنتظر الشهداء تخلينا يعني مش نستنى ان هم يقولنا يقولوا لنا عايزينكم تعالوا عشان تستشهدهم احنا نروح لهم زي ما راح ابائنا قبل كده وقالوا لهم احنا بنشتهي ان احنا نستشهد من اجل المسيح امين ابونا عندي بعد كم سؤال بس بعد اذنك خليني اخذ سؤال او اثنين من احبائنا اللي موجودين على الخطوط خليني اخذ المكالمة الأولى من فريال من بريطانيا، أهلا وسهلا أخت فريال، تفضل أنت معنا على الهواء. أخي نزار سلام ونعمة المسيح معاكم على الأبن فاضل. سلام المسيح. أخي أخي نزار أنا أصلي أنه الرب يعزي أهل الشهداء ويقويهم ويصبرهم. م. أخي نزار الرب يسوع المسيح. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جاهلنا. اخي نزار مهما ما يزداد اضطهاد المسيحيين وشعب الرب كل لكن يزداد ايماننا بربنا ومخلصنا وسيدنا يسوع المسيح. لان ايماننا والرب يسوع المسيح منقوش في قلوبنا فاخي جار لو تلاحظ بدا الاضطهاد من في الموصل اهل الموصل رحلوا وتركوا كل شيء لكن لم يفقدوا ايمانهم كذلك اهل سوريا وكذلك اهل مصر كيف نحن ننكر ايماننا ماذا سيعطينا الاخر الاله الاخر الذي هو بالحقيقه ليس الاله الذي نعبده بل هو الشيطان ايعطينا أي السلام، الامان، المحبه، محبه العداء، الغفران لكل الذين يسيئون الينا او يضطهدون هذا الهنا وربنا اللي نعبده يسوع المسيح اما الاله الاخر لما يحل في قلوب الناس تحل معانه الكراهية والحقد والحق والعداء والقتل وتكفير الآخرين فإحنا نظل نحب ونبقى نصلي من أجلهم أن الرب يفتح وينور قلوبهم وأذهانهم حتى يعرفون الحق اللي هو الرب يسوع المسيح ويحررهم ويصبحون خليقة جديدة قبل ما يأتي الرب الديان وهذاك الوقت ما راح اي ندم م. شكرا أخي نزار شكرا جزيلا على المداخلة يا اخت فريال ربنا يباركك ابونا في اي تعليق على كلام فريال انا عايز نقول لها ان احنا حنتن نصلي زي ما صلى السيد المسيح في صلاة الوداعية في يوحنا 17 أيها الأب أريد أن الجميع يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح ابنك هنتنى نصلي من أجل العالم كله يقبل الإيمان بالمسيح ويقبل خلاص المسيح اللي قدمه للبشرية كلها على الصليب وده أهم حاجة أو أهم مسؤولية علينا دلوقتي أمين أمين خلينا أخد مكالمة من أبو داود من الولايات المتحدة أبو داود تفضل أنت معنا على الهواء أنا معك سلام المسيح معكم والرب يبارككم سلام المسيح يعزي قلوب أهالي الشهداء يعطيهم الصبر والسلوان سؤالي يا, س... يا أخ نازر يا أخ يا أخوة الكرام يسوع المسيح لما أمر قيافة بضربه مسكت مسكت نعم مسكت يسوع مسكت يسوع قال إذا تكلمت الصح فشت على الردي فشت على, فشت على الرادي واذا تكلمت صح لماذا تضربني؟ بولس الرسول أيضاً أعمال الرسل لما أرم امر قيافه بضربه فقال له لماذا يا ايها الحائط ضربك لقد ضرب ضربك الله ايها الحائط المبيض لماذا تامر بضربي وانت تخالف الناموس؟ اما اذا ناخذها حرفيا ان يسوع المسيح لما قال من ضربك على خد الايمن حول له الاخر، المساله شخصيه وليست جماعيه، مساله مم. شخصيه. يسوع المسيح قال عاملوا الناس مثل ما تريدون الناس يعاملونكم، مم. اذا نعاملهم بالمحبه والسلام والاخوه، لماذا يعاملون بالسيف والقتل والذبح؟ مم. وما هو ردكم والرب يبارككم وشكرا. آه شكرا كثير ابو آه داود فعلا المسيح سال لماذا تلطمني ومش غلط مثل ما حكى ابونا يعني حتى متى هو جاب جاوب على هذا السؤال وراح يجاوب كمان لكن لما الرسول بولس تكلم عن رئيس الكهنه ايها الحائط المبيض على طول لما عرف وادرك انه هو رئيس كهنه على طول اعتذر اعتذر انه ما كانش عارف انه الكاهن لانه مكتوب لا تتكلم او تسيء بكلمه لرئيس شعبك، في اي مداخله؟ الحقيقه أه انا عايز بس نعلق على أه كلمه اللي قالها السيد المسيح وقال اذا كنت قد فعلت رديا فشط على الردي وإذا كن وان لم يكن فلماذا تلطمني؟ السيد المسيح هنا كان بيؤكد على الوهيته ما كانش واخد موقف الدفاع عن نفسه هو كان بيؤكد على انه بلا خطيه وتاكيده على انه بلا خطيه تاكيد على انه الله الظاهر في الجسد وبالتالي ما كانش السيد المسيح بيدافع قدام الشخص اللي هو لطمه لا ده السيد المسيح كان بيؤكد على الوهيته وانه بلا خطيه وبالتالي آآ آآ لم يجد هذا الانسان الذي لطم السيد المسيح في خطيه وبالتالي ما قدرش يرد على كلمه السيد المسيح لو كان هذا الانسان وجد رضي في السيد المسيح كان هيقول له انت عملت كذا وكذا 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 لكن لم يجبه بكلمه وده بيؤكد على الوهيه السيد المسيح وانه بلا خطيه زي ما شهد غيره في اثناء المحاكمات اللي حصلت مع السيد المسيح شكرا ابونا ناخذ كمان مكالمه من جورج جورج من كندا انت معانا على الهواء اهلا وسهلا فيك تفضل سلام الرب يسوع اخي نزار ونقبل ايادي ابونا آم أنا بدي أقول بس تعزي الروحية إلى أهالي الشهداء الأبطال وأما الشهداء فهم يعزون بلقاء الرب يسوع أنا أتمنى لو كنت مع هؤلاء الشهداء لطأل أخي نزار لأنه لا إيمان كمثل هذا الإيمان لأنه أنا سمعت الحلقة كاملة مع المرأة التي زوجها توفي وأولادها وأولاد أختها وأخيها توقع وكانت مسامحة بشكل قوي جدا حتى سألت ليتباركوا وسألت الرب يسوع بالمسامحة هذه هي المسيحية صدقني أنا أشارك لأبونا الأشياء التي تأتي ويسمح لها بها الرب هي تأتي بإذن من الرب لسبب محبته لأنه كنت عم بقرأ مقال ثاني لأحد رجال الدين في في مصر يقول نشكر اهل داعش بالتفصيل حرفيا مثل ما كتب لان كنائسنا امتلأت وحتى خارج الكنيسه العالم يأتون لانه لانه الرب يحبنا انا اللي اريد اقوله اخي نزار كل هاي المشاكل اللي بتصير انما توقد نار الايمان اقوى واقوى فينا لنكون وناتي الى الرب يسوع لانه اعتقد الرب يسوع لم لو لم يحبنا لما سمح بهذا وانا اؤمن بايتين لانه خاصه وعندما كانوا يقتلون بهم وهم يرنمون في الباص الرب يسوع قال من استحى بي امام الناس فاستحي به امام ابي الذي في السماوات والايه الثانيه التي تقول ولا شعرة ولا شعرة تسقط من رؤوسكم الا وباذني وانا وامن هدول هم مثل ما يقول اصل شكرا يا اخي وانا تعازي لكل المسيحيين حول العالم شكرا لك اخي نزار شكرا حبيبي شكرا ربنا يباركك ربنا يباركك, ربنا يباركك. آه خليني اخذ مكالمه من آه نهال آه نهال من بريطانيا اهلا وسهلا فيك تفضلي اخت آه أيوة نهال معنا على الهواء اهلا وسهلا مساء الخير يا حضرة الأسيس ومساء الخير يا آه بجد مهما قدمنا كلمات تعزية لا هتوفي ولا هتكفي لأي أسرة مكلومة فقدت أحباء ليها لكن بنصلي أن روح القدس المعزي يسكب تعزياته ويبدل كل حزن بأفراح سماوية باسم يسوع آه حضرتك يا أسيس نزار بتسأل ليه إذا الألم اللي حصل ده بنشوف رد فعل المسيحيين الواضح وهو التسامح اقول لحضرتك الاجابه ان الاناء ينضح بما فيه وكل مسيحي حقيقي تمثل بحياه الرب يسوع ما يقدرش يقول غير اللي قاله هو الرب يسوع لي كل المجد عندما صلبوه واهانوه قال اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون وانا بقول ان كل اللي بيفعل الافعال دي هم عميان منقضين بعميان والكتاب المقدس بيعلمنا ان ابليس قد اعمى اذهان غير المؤمنين لالا تضيء لهم اناره انجيل مجد المسيح ودي مسؤوليتنا احنا كمؤمنين ان احنا نصلي من اجل النوعيات دي ان ربنا يدي استناره وتتفتح اعينهم وما يكونش في تعليقات على الفيسبوك بتعليقات انتقام لان دي مش روح المسيح انا اي جدا واقدر الغضب الجواني بس ده وقتنا ان احنا نظهر روح المسيح الحقيقيه كلنا بلا بلا يعني واحد استثناء واحد لان كلنا من دعي علينا اسم المسيح لازم نقدم صوره المسيح الحقيقيه المش مش والسؤال هنا يا ابونا ويا اسيس نزار زي ما اتقال لي كده اللي فجر نفسه ده قام بهذا العمل إرضاء واخلاصا للاله اللي علم بيه وده لم توصله رساله المسيح او بمعنى اخر هو ضحيه ما تعلمه فليه الله سايب مثل النوعيات دي ولم يكتسبهم بحبه وبنعمته يا اللي انتم بتقولوا هو اله الحب والنعمه ده السؤال الاولاني، يعني. السؤال الثاني انه الكتاب المقدس بيقول لي النقمه انا اجازي يقول الرب. هل هذا معناه ان انا كمسيحي حقيقي لا يجب ان اطالب بحقي واترك الامر كله لمن معه الامر؟ فنفسي حضرتك توضح الفرق وعايزه اسيس نزار بليز بليز حلقه خاصه لحلول عمليه مننا ككنيسه وكمؤمنين حقيقيين تجاه الاحداث الحاليه، ايه اللي المفروض مننا نعمله لانه السؤال اللي مقدم لحضرتك هل ده حب ام غضب انا مش قادره اقول ان ده غضب بس كمان الله صوته واضح للكنيسه كلها انها تتحد لانه كلنا بنتعلم كتاب مقدس واحد لينا صليب واحد لينا مسيح واحد فده وقتنا ان احنا كلنا نصلي بالروح الواحد وما يشوفوش مم. فينا اختلافات فبالتالي في الاتحاد قوه والله يقدر يشتغل وربنا يبارك شكرا شكرا كتير اختي ربنا يباركك ااا أه تجاوب ابونا انا اول حاجه عايز نضم صوت لصوتها ان انا عايز نقول يا ريت على الفيسبوك ما يبقاش في اي تعليقات نيجاتيف ويتن صوره اللي عايز يشهد المسيح بالإيمان المسيحي السليم اللي جواه وبالمحبة اللي المفروض تكون في داخل قلبنا كثمر من ثمار الروح القدس اللي ساكن فينا يكتب اللي تعبان شوية مش قادر ما داعي أن يكتب لأن في الآخر ده بيثير أو بيوجد أمور مش لايقة أو ما بتمثلش الصورة المظبوطة للإنسان المسيح السؤال الأولاني بتاع الأخت نهال بيقول ايه كان في جزء من السؤال لي النقمه انا اجازي هل ده معناته انه انا اسكت؟ اه احنا طبعا اه ما بنقولش ان احنا نسكت لكن حتى لو تعا لو اتكلمنا و اه دفعنا او او وجهنا اي حاجه نعملها بالاسلوب اللي يليق بينا كاولاد لربنا بالاسلوب المسيحي اللي يرضي ربنا واللي مجد ربنا في الاخر. يعني مش حن... احنا بنسيب كل الامور في ايد ربنا لكن في نفس الوقت المسؤولين في الكنيسه بيبقى لهم دور وبيقوموا بدورهم وبيوصلوا صوت شعب الكنيسه كله للمسؤولين في المواقف المختلفه فده المفروض ان ده يبقى واضح عندنا شكرا ابونا بحب اقتبس اختي كمان قول ماثور لقداسه أه البابا شنودة أه سابقا المنيح أه قال احذر غضب الله احذر غضب الله مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي أه الكتاب بعلم يعني أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة يعني الرب رح يجازي أكيد وشيء خطير جدا خطير خطير انه الانسان يقع في يدين الله احنا عايشين في ايام النعمة يد الله ممدودة محبة الله قلب الله ومحبته موجهة لكل انسان ومنصلي حتى هاي الناس المضطهدة والتي تقتل انه يعني تأتي الى الرب وتقرأ كلمة الله وتشوف شو فكر المسيح الفكر الكتاب المقدس ترجع لهذا التعليم اللي بعلم عن المحبه والتسامح، لكن في يوم من الايام طبعا الله عادل لابد ان يواجه غضب الله ودينونه الله ان رفضت هذا الايمان. خليني اخذ مكالمه من رامي. رامي من مره ثانيه كمان من المملكه المتحده. تفضل اخ رامي. سلام الرب يسوع. اهلا وسهلا، تفضل اخ رامي. ابونا اكبل للأياد انا داخل لفريق اخ نزار تفضل انا آه انت حكيت معي من خمس سنوات وشرحت لي آه آه معنى الاب والابن والروح والقدس الاله الواحد وانا بخبرك بكل فخر بأن انا تعمدت من سنتين وأنا مع المسيح سري اكثر من خمس سنوات وبشكر ربنا على هالنعمه انا والعائله وتعلمت السامح وتعلمت حب الاخرين واحبوا اعدائكم باسم الرب يسوع بشكرك إيه يا نزار حبيبي ربنا يباركك يا اخرامي وخليك بس. متمسك بالمسيح امين امين يا رب امين يا رب باسم يسوع المسيح نحن اقوياء بيسوع المسيح ولازم أبونا لازم تشهد أبونا للاخرين أبونا. اسمع ابونا شو بقول لك أنا... لازم تشهد أيوة. للاخرين امين يا رب امين, أمين. طيب وعم نوصل رساله رساله يسوع المسيح لكل عائلتنا ان شاء الله <تصفح> اخ نزار ربي باركك. يباركك وانا بشكر جزيلا. انت اتصلت فيه من زمان وكانت للمعمودين باسم يا حبيبي ربنا يباركك شكرا لك كثير يحمل كنيسه ربنا يباركك اهلا أه ناخذ مكالمه من ليلى من المانيا تفضلي اخت ليلى <applause> سلام المسيح اخ نزار اهلا وسهلا <applause> سلام المسيح ابونا سلام ونعمه أخ نزار أنا كان بدي بس أقول بأنه أقدم تعازية أول شيء لأهل الشهداء وأهنيهم بطريقة ثانية لأنهم الآن الآن في أحضان يسوع المسيح <applause> وثاني شيء بالنسبة اللي استشهدوا لو كانوا قالوا الجملة بس وخلصوا حياتهم فما ما كانوا راح يكونون مسيحيين حقيقيا لأنه سيدنا يسوع المسيح قال من ينكرني أمام الناس سأنكره أمام الأب فلذلك كل مسيحي مستحيل أن ينكر المسيح مهما كان سبب حتى لو كان يؤدي إلى موته وثاني شيء الاضطهادات اللي بيعانوها المسيحيين في الوقت الحاضر هي أيضا سبب بركة لمجيء كثير من المسلمين إلى إلى المسيح ويتحرروا من ظلم الإسلام لذلك وكمان في إثبات ثاني بأنه يسوع المسيح قال لنا بأنه سيكون لنا ضيق في العالم لكنه قال أيضا لكن ثقوا بأنني قد غلبت العالم لذلك احنا لا نستغرب من هذه الاضطهادات اللي راح تكون في اخر الايام لانه راح يكون أدنى احنا اضطهاد كثير مم. اذا كانوا في مصر القبطيين اذا كان في العراق او سوريا واي أو بقعة في العالم من المسيحيين وبس هذا اللي كنت اقوله بدي اقوله ميرسي والله يبارككم شكرا كثير يا اخت ليلى ربنا يباركك اخذ كمان مكالمه من نبيل اهلا وسهلا اخ نبيل من الولايات المتحده تفضل. سلام المسيح لكم. سلام المسيح آه انا نبيل سليمان آه كنت في مصر كنت في مصر مع ابونا انجليوس من كنيسه الانبا تاكلا اسكندريه. انا عاوز اضيف شهادة ابونا عن الاخوه الكاثوليك. مش بس الكاثوليك ده هم منهم اللي من من حظاير اخرى كانوا بيشهدوا شهاده وسمعت كلام من دكتور طارق حجي وغيره 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 كلهم بيشهدوا بالاقباط بتوع مصر والاخلاق الموجوده فيهم ربنا يحفظ يرحمهم ويرسل للناس اللي بيعملوا كده عشان خاطر آه يبقى فيهم سلام ومحبه ويعرفوا المحبه الحقيقيه ايه وشكرا. شكرا جزيلا يا اخ نبيل ربنا يباركك ابونا خليني اسالك اوجه لك سؤال شو هو الدرس او خلينا نسميه الدروس اللي ممكن نتعلمها من خلال حبينا او ما حبينا موضوع الاستشهاد الحقيقه خلينا احنا في دروس كثيره او لازم يعني توصلنا كلنا اول حاجه كن مستعد للقاء الهك نبقى في حاله استعداد كامل في اي لحظه ان احنا نقف قدام المسيح وطبعا زي ما شرح السيد المسيح الموضوع ده بامثال كثيره جدا لما كان يشبه ملكوت السماوات والمثل الواضح جدا على الاستعداد هما العشر عذارى وازاي الحكيمات كانوا مستعدات ولما جه العريس دخلنا معه الى العرس واغلق الباب واللي جم بعد كده قال لهم ايه آه الباب خلاص اغلق اني لست اعرفكم وقال لنا لازم نكون مستعدين في كل ساعة الدرس الثاني اللي لازم يبقى واضح ان احنا لنا تكونون لي شهود في أورشليم والسامرة وإلى أقصى المسكونة يعني شهود في أورشليم واليهودية والسامرة والأقصى المسكونة يعني لازم نكون مستعد في أي وقت اننا نشهد لإيماني ونقول عن, عن اننا مسيحي بنؤمن بالمسيح بالكلام وبالحياه وبالعمل. فده درس تاني. درس ثالث هو درس القبول الضيقه واحتمال الالم من ايد ربنا. قال كده كل غصن فيه ياتي بثمر انقيه لياتي بثمر اكثر. فلما يتكلم في يوحنا 15 عن مثل الكرمة وبعد كده يقول الغصن اللي هيجيب ثمر هننقيه التنقية فيها عملية تأليم وفيها عملية ألم وبالتالي أنا عايز نقبل الألم من إيد ربنا سواء للكنيسة سواء لبعض الأسر اللي تعرضت منها ناس للإستشهاد أو ناس تعرضت للجروح والإهانة والإصابة كل دي عبارة عن نوع من التنقية علشان يجيبوا ثمر أكثر الدرس الثاني اللي أنا لازم نحطه في بالي ويبقى قدام عينيا ان بحسب ما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا ده زمان خالص ربنا قال كده وما زال هذا الوعد زي ما كان حد من اللي دخل في مداخله من المداخلات قال ان كان حد من الاباء كتب وقال ان احنا بنشكر الناس اللي بيضطهدوا الكنيسه لان هم فعلا الكنيسه البطرسيه ازدحمت وما بقتش مكفيه والناس بقت واقفه بره عشان تصلي يعني آه آه الوقت على قد ما بيبقى فيه استشهاد وفيه الم وفي ضيق على قد ما الكنيسه بتنمو وتزدهر وبيزداد الثمر آه اللي يفرح قلب ربنا فاحنا عايزين نقول ان ده وقت جميل لان فيه ثمر الحاجه الثانيه اللي انا عايز نقول عليها ان حبه الحنطه ان لم تمت فهي تبقى وحدها لكن ان ماتت فهي تاتي بثمر كثير فكل مؤمن عبارة عن حبة حنطة إن استنى زي ما هو كده هيبقى في الآخر حبة حنطة لكن اللي بيستشهد ده هو بيجيب ثمر كتير وبيبقى صوت الدم بتاعه بيصرخ وبيصحي وبيدعو ناس كتيرة للتوبة وللرجوع للحظيرة بتاعة المسيح بل أكتر من كده بيدعو زي ما قال المسيح ليه خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بها أيضا لتكون رعية واحدة لراع واحد فصوت الدم اللي اتسفك هيبقى صوت يدعو للتوبة للمؤمنين وصوت يدعو الآخرين للدخول للحظيرة فعلا أبونا يعني احنا عم نشوفه هذا سواء في البرامج أو في أي مكان أنا أجيت من فترة بسيطة من سوريا الرب عم بيعمل أمور غير عادية الناس اللي بتضطهد او الاضطهاد عم بسبب انه الناس ايمانها عم بيتشدد يعني على النقيض عم بزيد ايمانها اكثر وكمان انه الكنايس عم تمتلي من النفوس وانا بعتقد انه احنا جايين اسا على موسم على وقت اللي رح نشوف موسم حصاد ما شفناه في اي عصر مضى في كل التاريخ. اخذ مكالمه من من عصام اهلا وسهلا عصام من كندا، تفضل عصام. سلامي الخاص للاخ نزار وابونا انجيلوس سعد وتعازيني طبعا الشخصيه لاهالي الشهداء في مصر وانا كنت موجود في مصر ساعه الاحداث واحب انقل شهاده خاصه انه طبعا كانت كل المصريين في مصر كانوا مشتاقين لهذا الحدث. ابونا انجيلوس قال انه ليس عندنا الا الصلاه وطبعا دي الحاجه اللي احنا كلنا عارفينها. وانا مش مش هنسى اجتماع الصلاه العام اللي اتعمل في سمعان الخراز من فتره وطبعا اكيد كان ليه تاثير عام ولكل الكنائس. ليه احنا ما نقترحش نعمل نفس الموضوع تاني على مستوى مصر على مستوى امريكا على مستوى كندا ويتعمل اجتماع صلاه عام لكل الطوائف من كل الجنسيات سواء جنسيات عربية سواء جنسيات أجنبية من كل الكنائس والطوائف وأنا متأكد تماما أنه بهذه الطريقة الصوت هيوصل حتى للحكومات الغربية اللي هي بتتجاهل هذه الأحداث موجودة وأرجو التعليق شكرا آه شكرا جزيلا أخ عصام آه أبونا الحقيقة أخ عصام أنا عايز نقول أن احنا احتياجنا لاجتماع الصلاة العام ده شيء جميل لكن أنا عايز نقول نفسي كل كنيسة يبقى فيها اجتماع صلاة قوي وكل المؤمنين يجتمعوا للصلاة من أجل الكنيسة ومن أجل الإيمان ومن أجل انتشار النور للعالم كله فطبعا إن احنا ندعو لاجتماع صلاة عام ده شيء لازم يحصل لكن أنا يهمني الاجتماع الأسبوعي اللي يبقى في كل كنيسه واللي يجتمع ليه كل جماعه المؤمنين ويبقى ليهم صلاه ونفسي برضه نقول يهمني اكتر اجتماع الصلاه اللي في داخل كل بيت لان البيت ده عباره عن الكنيسه الصغيره اللي المسيح موجود فيها ولو كل اسره هتعمل اجتماع صلاه داخل البيت وكل كنيسه تعمل اجتماع صلاه داخل الكنيسه ونعمل اجتماع الصلاه العام انا واثق ان صوتنا يوصل لاذان ربنا ولو تأنى يستجيب يعني حتى لو يعني طول باله آه يكفي ان هو يجهز نفوس اللي هتتعرض بعد كده للمواقف ديت والاستشهاد عشان تكون عندها الايمان لكن انا مش عايز عايز نقول اجتماع الصلاه مش من اجل الحكومات لكن احنا بنصلي من اجل ان ربنا يتحنن على كنس امين امين خلينا اخذ مكالمه من ابو مهند اهلا وسهلا ابو مهند انت معنا على الهوا مساء الخير مساء الخيرات ابو مهند تفضل تحيه محبه للاخ نزار شاهين وضيفه الكريم اتيت متاخرا فاعذرني ايها الاخ تفضل ابو مهند احنا عشان في اخر تقول. الحلقه تفضل على السريع ابو كلمة مهند كلمتي تقول ويل المفكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم ميغا اثنين واحد اتسال اين الله يا ترى عندما يرى الانسان عنيفا مع اخيه الانسان هل يا ترى يرى الضحيه البريه المعتدى عليها من قبل الاشرار أعلى أميقة بروح النبوة أن الله سينزل الكوارث على رؤوس مثل أولئك الأشخاص فالحقول التي استولوا عليها سيأخذها منهم ويقسمها لآخرين ويخسرون ميراثهم وبالخلاصة سينالون من الله جزاء اعتدائهم وتسلطهم مم. على المسكين. أبو مهل. قد لا يدان الشر بالطريقة التي نريدها نحن ولكن بالطريقة التي يستحسنها الله نفسه وشكرا للأخ نزار شهيد شكرا جزيلا أبو مهند أحبك. ربنا يباركك ربنا يباركك أبونا يعني طبعا الكتاب يقول لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون والكتاب يقول لا تنتقموا لأنفسكم لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير شو رايك في نهايه هذا الحلقه احنا معانا يمكن دقيقه ونص شو رسالتك ايه اللي عاوزه توجهه للناس المشاهدين انا الحقيقه عايز نقول احنا فرحانين جدا برجوع عصر الاستشهاد وبنقول يا ريت كلنا نكون مستعدين في كل لحظه ان ننال اكليل الشهاده وعايز نقول برضو استعدادنا يحتاج للتوبه ويحتاج ان احنا نرجع بقلوبنا لله ونقدم توبه كامله لانه التوبه بتعيد او بترجع للانسان الصوره الجميله بتاعته كابن لله وبتخلينا مستعدين للقاء ربنا فالرساله اللي انا عايز نقولها ان احنا التجارب والضيقات هنفرح بيها لان احنا نثق ان الله لا يجربنا فوق ما نحتمل والحاجه الثانيه ان احنا نشعر باستمرار ان احنا مستعدين وشهود لربنا بكل وسيله ممكنه. شكرا يا اخي نزار اشكر محبتك. شكرا كثير كثير ابونا على محبتك وعلى فعلا على كل هذه الكلمات والنصائح الحلوه ربنا يساعدنا انه فعلا نستمر بهذا الروح، شكرا جزيلا. في في مرة ثانية بحب أعزي كل أهالي الشهداء في مصر وأريد أن أقول يمكن هي الكلمة تكون صعبة لكن أريد أن أقول هنيئا فعلا بكل معنى الكلمة هنيئا لكم أن تقدموا أبطال للمسيح لا تنكر المسيح بل تعترف جهارة حتى رغم العنف والقتل لكن شهدوا للمسيح الرب يساعدنا كلياتنا أن نحمل هاي البشارة إلى اللقاء